الأصحاح الثامن من سفر يشوع بن سيراخ. لا تتحدى صاحب النفوذ لئلا تقع في يديه، لا تخاصم الرجل الغني لئلا يتغلب عليك، فالذهب أهلك كثيرين وضلل قلوب الملوك. لا تجادل طويل اللسان لئلا في ناره تصب الزيت، لا تمازح قليل الأدب لئلا يهين أجدادك. لا تلم خاطئا يتوب وتذكر أننا جميعا مذنبون. لا تحتقر أحدا في شيخوخته لأن منا من يشيخونهم أيضا. لا تشمت بموت أحد وتذكر أن الموت نصيب الجميع. لا تستخف بكلام الحكماء بل اطلع على أقوالهم لأنك منهم تتعلم الأدب وخدمة العظماء. لا تهمل كلام الشيوخ فهم تعلموا من آبائهم وأنت منهم تتعلم الفهم والإجابة في الوقت المناسب. لا توقد جمر الخاطئ لئلا تحترق بنار لهيبه. لا تتكلم في حضور السفيه لئلا يصطادك بكلامك. لا تقرض من هو أقوى منك، وإن أقرضته شيئا فكأنك أضعته. لا تكفل أحدا فوق قدرتك، وإلا فكن مستعدا أن تفي. لا تشكو قاضيا لأن الحكم يكون لصالحه. لا تسافر مع رجل متهور لئلا يجلب عليك المشاكل، إذ يتصرف كما يحلو له فتهلك أنت معه بجهله. لا تجادل الرجل الغضوب ولا ترافقه على انفراد، لأن القتل عنده سهل فيقتلك حيث لا نصير لك. لا تطلب نصيحة الأحمق لأنه لا يستطيع كتمان السر. لا تعمل عملا سريا أمام الغريب لأنك لا تعلم ما سيبدر منه. لا تفتح قلبك لكل إنسان ولا تلتمس معروفا من أحد.